السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصرية بأفكار كندية. لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجبك قناتنا وسبسكرايب معنا. النهاردة ان شاء الله واخداكم في جولة في البيسمنت عندي اللي هو الدور الارضي، اوريكم ازاي بسهولة اقدر افتح جيم من البيت. لو انا عندي شقة دور ارضي وانا بس عندي يعني اوضة واحدة ان انا اقدر افتح فيها الجيم، اقدر اعمل كده. هنا انا ابني هو اللي عامل الجيم هنا في البيت، وجايب يعني بالظبط كده 4 اجهزة اللي هو البوكسينج وان والمالتي يوز اللي هو جهاز المالتي يوز ده جهاز المالتي يوز اللي هو فيه كذا اكسرسايز ممكن اعمله عليه، والبايك العجلة والمشاية، يعني المشاية والبايك والمالتي يوز ده والبوكسنج، طبعا مع ادوات البوكسنج هنا اللي هو الجلافز، وجنبها سام ويت هنا بعض الاوزان هنا جايبها. كل الحاجات دي الحاجات الاساسية للجيم، يعني انا مش لازم يكون الجيم عندي كبير جدا او مش لازم يكلفني عالي قوي علشان خاطر ان انا افتح جيم. ده اللي انا عايزة اقوله في فكرة الفيديو ده. هو جاب الاجهزة ده هي زي ما انت شايفين هنا علشان خاطر كان صعب جدا ان هو يروح الجيم في وقت الكورونا، وهم فعلا قفلوا الجيم في وقت الكورونا في كل الاماكن عندنا احنا هنا، اتقفل كل الجيم فما كانش ينفع خالص ان هو يمارس اكسرسايزز خالص في الايه في الجيم او يروح الجيم. فهو يعني جاب الاجهزه دهيت وحاول ان هو يفتح لنفسه، هو مش فاتح مشروع، يفتح لنفسه الجيم في البيت. ازاي افتح جيم من البيت؟ طب لو انا عندي الاجراءات دهيت، انا كل اللي انا شايفينه اللي انتوا شايفينه هنا مساحة الغرفة هنا مش كبيرة، يعني مساحة الغرفة غرفة، يعني هي غرفة ما فيهاش اكتر من كده، شايفين مش جايبة اكتر من كده. هو جاب كل الاجهزة دي وحطها. لو انت عندك مساحة اكبر او عندك مساحة اكبر ان انت ممكن تفتح اوضتين، لو دور ارضي في بيت تفتح اوضتين مثلا وتحط الاجهزة اكتر وتعمل تباعد اكتر ما بين الاجهزة. بس الموضوع ببساطة ان استغلال المساحة سهل جدا في موضوع الجيم، يعني مش لازم معظم الاجهزة كتير جدا في الجيم او الماتس او الحاجات التانية، لا ممكن بالاجهزة الاساسية افتح الجيم عندي من البيت. طبعا الاجهزة هنا انا معرفش الاسعار في مصر، بس الاجهزة اكيد مكلفة شوية في مصر، يعني هي موجودة على علي اكسبريس وعلي بابا، وده يعني احنا هنا بنجيبوها هنا من الماركت بليس اللي هو السوق المستعمل، فبالتالي بتبقى اسعارها رخيصة عندنا شوية. ممكن انتم تدوروا في سوق المستعمل وممكن ان انتم تشوفوا من علي بابا وعلي اكسبريس. انا هنحط لكم لينكات ان شاء الله بالنسبة لعلي بابا او علي اكسبريس الاسعار عليها ايه بالنسبة لي اللي هو المشاية او البايك او المالتي يوز وان او البوكسينج، هحط لكم لينكات عشان نشوف الاسعار. انا سألت ابني على الاسعار، الاسعار تتراوح للجهاز الواحد هنا من $1000 ل1500، يعني ده بالنسبة لو جديد، احنا ما جبناش جديد هنا خالص، بس ممكن ان انتم الاسعار ده هي تكون قريبة جدا من البادجت بتاعكم لو بتفتحوا جيم. هي توفير المكان لو عندك شقة دور ارضي مش عارفة تستغليها، او عندك شقة دور ارضي مش عارفة تستغلها، لو هتأجر شقة دور ارضي وتقدر تفتح فيها الجيم بسهولة مش لازم مصاريف اوفر عشان تفتح الجيم. ده فكرة الفيديو ده، بس برضو انا هساعدكم ان شاء الله ان انا هوريكم الاسعار بتاع الاجهزة دهيت، زي اللي هي المشايش زي ما احنا شايفينها هنا كده، والبايك. طبعا بايك ممتازة جدا للتمرين الرجل. انا يا جماعة مستخدمش الجيم قوي لكن انا هما ما شاء الله الشباب ابني واصحابه هما كلهم اللي يهتموا بالجيم، وطبعا الجيم لازم عشان خاطر ان احنا كمان نقدرش نمشي كتير، فالجيم مهم جدا. ده المالتي يوز وان، المالتي يوز ماشين زي ما احنا شايفين هنا، المالتي يوز ماشين ممتازة جدا جدا. والويت اهو، طبعا الويت ده هو سهل جدا ان احنا نجيبه. والبوكسينج طبعا ممتاز جدا جدا، ونقدر ان احنا
نطلع طاقتنا فيه. يعني انا عندي بنتي بتنزل الجيم هنا تعمل تضرب بوكسينج، بس هي بتحب البوكسينج جدا عشان بتطلع طاقتها فيه. لو هي متضايقه بتلعب البوكسينج بتريليز الاستريس بتاعها، اي استريس عندها بيختفي تماما. فهو بصراحه البوكسينج ممتاز جدا في النظريه دي. طبعا هو ليه فوائد تانية كاكسرسايز ورياضه، بس انا بقول لكم على الاستريس كمان مهم جدا. بس دي يعني كانت فكرتنا النهارده، انا حبيت اشارككم بيها علشان الموضوع مش يعتمد على المساحه او التكاليف او هنعمل ايه في الجيم او الديكورات. مفيش ديكورات، مش لازم ديكورات، مش لازم ارضيه غير انها تكون سوفت. يعني انا الارضيه هنا موكت، انت هتجيب او هتعمل موكت، او طبعا الماتس اللي هي الفوم وان، فوم تحط الفوم وان وخلاص، وتحط اجهزه. يعني كل الاساس في الاجهزه، يعني كل الاساس الجيم في الاجهزه، مش محتاج حته المساحه او ناجر اماكن كبيره. يعني ده الهدف من الفيديو ده. زي ما قلت هنشوف اللينكات، وهتحاولوا تبصوا على اللينكات بتاعت الشراء في وصف الفيديو علشان تعرف اللي هي اسعار الاجهزه. حاول برضو ان انت تشوف اسعار الاجهزه دي من عندكم من مصر، يعني ايه الاسعار، ايه اللي ممكن اجيبه مستعمل. اقدر اجيب مستعمل برضو اجهزة جيم هتبقى كويس جدا. فالموضوع مش لازم يكون جديد، مش لازم يكون براند نيو حاجة كده واو، لكن نقدر نعمل الجيم من البيت، ونقدر نعمل ايه، نفتح مشروع الجيم لو دور ارضي في البيت. طبعا لازم دور ارضي، ما ينفعش دور طبعا عالي، لان طبعا بيأثر على الجيران بتاعنا. بس دي كانت فكرتنا النهاردة، حبيت شارككم بيها، وحبيت أوريكم فكرة بسيطة جدا ممكن أعملها من البيت لو دور أرضي زي ما قلت. سبسكرايب ولايك وكومنت وفعل الجرس، خليك معنا دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان غزال.